لو سمحتم لي سوف أتحدث السلام عليكم. بالعربية. تقريبا وصلنا لآخر مراحل هذه المهمة. الحمد لله على التمام، الحمد لله اللي قدرنا نوصل لهذه المحطة ونقدر نخلص أبحاثنا الحمد لله. وأجمل اللقطات كانت إنه قدرنا نتواصل مع الطلاب ونكون جزء من التأثير اللي حيكون عليهم بإذن الله علميا. نطمح بإذن الله إنه نشوف رواد فضاء سعوديين من أبناء الوطن يجوا هنا ويشتغلوا هنا ويحاولوا إن هم يخدموا البشرية. فهذا يعني هذا هو الهدف اللي إحنا جينا عشانه، والحمد لله إنه قدرنا نوصل لهذه المرحلة. رسالتي إنه حابة فعلا إني أشكر كل الناس اللي ساعدونا، بداية من مقام سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهدنا الرائد والطموح اللي يحمل كل آمالنا وكل أفكارنا ورؤيتنا، ولي عهدنا محمد بن سلمان، وجميع القائمين على هذا البرنامج في الهيئة السعودية للفضاء. صراحة بداية من معالي التميمي ومعالي السواحة إلى الغفيلي ومدير البرنامج إبراهيم، يعني كلكم اشتغلتوا سنوات عشان خاطر ترسلونا هنا، والحمد لله كانت رحلة جدا جميلة استفدنا منها، وبإذن الله أنتم كمان تكونوا انبسطتوا معانا وعشتوا الأجواء هذه معانا. طبعا شكرا لناسا، شكرا لسبيس اكس ولأكسيوم ان هم يعني خلت هذه الفرصة متاحة، وان احنا نقدر نجي الى محطة الفضاء الدولية وناخذ ابحاثنا اللي عملوها علماءنا السعوديين. والحمد لله على التمام انه خلصنا هذه الابحاث كلها بنجاح الحمد لله. فتاني شيء أحب أقوله إنه الطاقم هنا كان جدا جدا جميل وجدا متعاون، انبسطنا معهم كلهم، مع القسم الروسي، مع رائد الفضاء سلطان النيادي من الإمارات، مع جروب أكسيوم. صراحة كان <تص->